أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في درس فجر اليوم في شرح كتاب التوحيد أشكل علي فهم القول في سبب عدم إسلام أبي طالب، فهل هو خوفه من أن تعيره قريش بالشرك، أم أنه من خوفه أن تعيره قريش بالإسلام؟ يا أخي هذا واضح من الحديث، قال هو على ملة عبد المطلب، لما قالوا له وترغب عن ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، الحمية الجاهلية لدين قومه، آثر دين قومه على دين الله من أجل الحمية الجاهلية. نعم.